نحب فراشة. ضر ضر هلا عذوري بخير بخير. بنات بغيت نبارطاجي معكم مرحبا بكم بنات في فيديو جديد. وقبل ما تبداو الفيديو البنات، بالنسبه للبنات اللي كيقول لي ذكرينا اننا نحطوا لك لايك، انا كنفكركم ان شاء الله غادي يعجبكم واحد الفيديو وهذا كنت ناشطه فيه وماشطه ودرت فيه واحد الاكله اللي زوينه وشعبيه وبنينه بنينه بزاف 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 بزاف. اول مره كنبارطاجيها معكم على قناتي، مرحبا بكم. السلام عليكم بنات، كيف داير؟ علاش هادي؟ عاودي من الاول. علاش درتي هكا؟ هادي لا انا ما كان ولات كتعصبني هادي. وعرفتي دابا معصبه. معصبه شخشي انا. يلا سيري نشوف. ها السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، كيف دايري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. وانا ديما فيما كتجي الهام كتلقاوني. عرفتي علاش؟ حيت حيت كنبقى لي صورني. ماشي حيت كتوحشيني. هادي ولات كتعصبني هادي. هانتوما البنات شوفوا، انا غنوريكم جزء من الكواليس. هانتوما شوفوا، ما بقاش هذيك اللعيبه اللي تيتحط عليها التليفون، ما بقاتش يعني خاصني شي وحده دوري يجي تهرسات. وقالوا لي ما كيصبروش بزاف هادو. لا حيت ماشي دوري، ماشي بروفيسيونيل. وقالوا لي الا بغيتي تكومونديها من الي اكسبريس. وانا عمرني ما كومونديت من الي اكسبريس ولا من الي ماشي اكسبريس ولا المهم. غادي نشوف شكون اللي غادي يعاوني في هذه القضيه ونكومونديت شي وحده اللي زوينه بروفيسيونيل ديال الخدمه ماشي ديال هذا. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم. هانين ملي كتجي الهام كتلقاوني نحب الفراشة. ندور ندور هلا عذوري. بخير بخير ياك بنات، بغيت نبارطاجي معكم بعدا هادو. ها هما اللي خديت اخيرا. ويلي انا كان صحابهم واش حجر ساعات كيتو مع قصدير ومغنيينهم قصدير وغالي، ولكن انا عجبني الديزاين ديالهم البنات. هانتوما شوفوا شوفوا كيفاش كيبانوا زوينين. كان حاجه اللي هي كحله الكحل تعطي منظر زوين، تيجي زوين وتعطي منظر زوين. فغادي نعمرهم هكا بالعطريه. واخا هادو قال لك ديال النعناع حقه ديال الاتاي حقه ديال خدمي في العطريه حقه، ولكن انا ما كاين عار عطريه كافي وداكشي الاخر راه عندي فين نحطو، ولكن انا بغيت شي حاجه شي حاجه حدايا. صافي ونبارطاجي معكم بعدا هذا اللي خديت ديال الخبز. بالنسبه للثمن خديتهم ب 220 درهم البنات، وهذا خديته بشي 150 درهم. هذا البنات فين تيديروا الخبز باش ما يبقاش الخبز هكا كمشتت من شبكه لشبكه، هذا تيحافظ عليه. ها هو شفتوا كيجي بحال هكا هكا ياك، باقي انا ما درت فيهم والو غير مسحتهم صافي بحق ما غسلتهمش، مسحتهم مزيان. او هادو هذا شفتوا كيجي فيه الخبز، وهذه ديال الخشب ها هي عجبتني هذيك الديكور ديالك وحيتي وريتيهم هذا فين هي؟ في واحد الديكور زوين. حيدي هزيتي علاه علاه اش غندير انا بالديكور؟ وين فهمتيش واحد الديكور زوين هكاك شي بحال البانكيك شفتوا البنات بحال المقله بحال المقله ديال لقيت هذيك المقله ديال البانكيك اللي غارق بانكيك اللي غارق، ولكن ما جاتنيش عمليه يعني بانكيك هو بانكيك صراحه بلا ما نبقاو نتفلاو على بعضياتنا. المهم البنات وها هو الغطا ديالها، الغطا ديالها دير بحال هكا بحال الفيطاج كيتسد ما كيدخلش البرد للخبز باش ما يخسرش. المهم بنات اليوم غنبارطاجي معكم واحد الاكله اللي زوينه بايلة ديال الداوش كتجي واعره. بقاو معايا نوجدوا غير المقادير وداكشي. هانتوما شوفوا سميتو روينه الى وريت ماشي مشكله. هانتوما البنات شوفوا الخضره وداكشي نقيو وتعاونوا على داكشي وهانتوما معانا. يلا الى كات ويا المشاهدين ها باليو. لا 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 حيت الاضاءه لا الموس هو الاول بعدا باين عمر ما نقيو الخضيره ونقيو لالا قلت الاسماء مع اسماء راه كتسخر عند الحانوت اللي هنايا ماشي بعيد كلشي بعيد. قلت لها جيبي لي الفلفله صفراء وحمراء، جات لي غير الخضراء ما كايناش الفلفله صفراء وحمراء. ايوا صافي كنخمم الكوزينه وانا نلقى هذه. شوفي المحطوطه كاع ما دارتها ماما في الثلاجه هاي شويه ما خسرات. عرفتي لقيتها بحال لقيت عربي ما خسرات بحال لقيت نقول لكم شغل شنو لقيت بحال لقيت دياماندا. عرفتي شنو هي دياماندا؟ فين ملي لقيتيها؟ سيرين
ما طيشه خمجه سائلها. او لا لا، شوفوا شوفوا العصا ديال الطماطم، وحده خمجات وحده باقه. نسيتوها ما شفتهاش، والله ما شفتها. صافي نجبد لك شي حاجه باش نديرو. دابا البنات غنتعاونوا على لا ميزون بلاس. ها هي الفتله اللي جابت لي اسماء، فعلا بزينه جاتها. شوف شوف كتعرف تعزل يا اختي الفلفله. هذه راه ديال الطماط. ها ها هي تما تقطعيها يا اختي كاملين. كنت عايمه جبت جبانه، جبت ملي ما جاتش لي الصخره مقاده خرجت انا. والله الفقصه، والله حتى الفقصه شحال خايبه. واحد تسخرين واحد ويتعطل وتبقاي تسناي فيه، في الاخر ما جاتش لك الصخره مقاده. يلاه وانا غندير البطاطا. انا خد شي جوج بطيطات، عجوج بطيطات هما اللي غنحتاج. هاي هادي، هادي ديال المرقانيت ماشي كت هي تطيب. ها ديال السلاخ هي. اه وما كتشتتش سميتها. وغادي نحتاج بصله. شي وحده شحال هادي مجرده فين درتو بالحوات؟ فين جلبان هذيك فين هي؟ هذيك اللي كتكون يلاه تزوجت بشهر وكتجي لدارهم. عفاك عفاك فين جلبان؟ ديفا الروز، عرفتوا الروز كلاسي؟ داك الروز اللي بحال مشتقات كلاسي. المهم ها انتم شوفوا قداش، شوفوا شفتوا يا المشاهدين، راه ما بقاش داك الروز اللي كنتي كديرو كيبقى حبه على حبه. لا لا بغيتيه يجيك حبه على حبه التقنيه ديالك. وزيرون كاين كاين، عطى الله الروز اللي يجي حبه على حبه. لا ما فهمتيش، راه حنا كنديرو ليه سميتو قولي نتيا، كندير ليه المطيب، نخليه في المطيب. اي غنجبد سميتو، غنجبد خيز، خيزو من الثلاجه. لا 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 صراحه زحمنا الوقت هنا. ايه خصكم عارف الديكوراسيون كيفاه ياك، كون عارف درتو الديكور كيفاه. لا لا كيعجبهم. علاش؟ ايوا ها انت شفت ما لا لا غادي نجبد لا لا خيزو صافي. عاد ثلاثه براقه لا لا كلهم. علاش كلهم؟ باش يبقى لينا الغدا، ماشي نتغداو بيه. انا هادشي كيعجبني الصباح ملي كنكون طايبه الروز في الليل كيعجبني الصباح كنفطر بيه. المهم البنات غادي نقيو الخضره وغادي ندوز باش ان شاء الله نبارطاجي معكم البايله ديال الدراوش. صراحه كتجي بنينه، هي اللي بغيتي ديريها بالدجاج غتجي واعره، كتجي ابنان. ما عندكش دجاج غديري بحالي. ما ديريش فيها الطون، ما ديروش فيها الطون. الطون انا كنديرو ما كنتش دايره الخضره، كنت دايره مثلا الروز ومطيشه. ايوا اللي قالك كتقولي لي كتنقي الجلبانه. الجلبانه ما ديرش ولا اصلا جبتها نص كيلو. ما دير نص كيلو ولا فيها نص كيلو ديال الجلبانه بحال هكا تنقى في الكروفير كيعطيك النص. البنات بلا ما نطولوا عليكم بقاو حنايا نتحتوا نتوما هذا ياك، غنقيو نقادو الامور وانا عود. فين جات الكاميرا فين؟ المهم بدا جاني بلوكاج. المهم بنات دابا غادي نبداو ان شاء الله. شوفوا وجدنا يا اختي الميزون بلاص في القصيري هي يا اختي، داكشي من شغل يديكم. صافي دابا انا شعلت البوطه باش يلاه يسخن ليا. المهم البنات كنديروا زويته، زويته بلديه. هاد المره وليت كنوقف على الكاسه كيعمر، هذا كنحيد من حداه. زويته بلديه كنديروا، غادي نخلي هذا يا ربي. غندير بصله وغادي ندير مطيشه بقشورها. هي مطيشه بقشور ديالها. وغندير القزبر والمعدنوس. تعالي الى مورين الطنجره، عشوي ورم الطنجره ورجعي عاوتاني وهكذا وهكذا. شفتوا ها هي. وغادي ندير
وريقه سيدنا موسى شفتوا، وغادي ندير ضامه ديال السمك اختياريه ماشي ارغاميه، اختياريه كتجي زوينه كتعطي واحد المذاق زوين. ما بغيتوش ديروها راه ماشي بالشرط عليكم، عرفتي حطيت واحد المعلقه ها هي. وهانتي يا اختي دشمتهم معاكم، غادي ندير مليحه الملحه لحقاش ما مالحاش ما كيقرش فيها، واخا كديري ما كيقرش. غادي ندير البزار، شفتوا راني درت كلشي هنا البنات باش عمرتيهم. البزار، وغادي ندير سكين كبير، لا هذه راه ملح التحميره، المهم غندير حتى التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره تكون عامره، زيد شويه ما تقدريش هذاك ديري تكتبي فيهم في الفاتخ الفوق. لا صافي ماشي مشكل، حيت راه ماشي كتر راه كتهزي. وغادي ندير سكين كبير، معلقه صغيره ديال سكين كبير، وغادي نحرك مزيان مزيان، كنحرك مزيان حتى كطيح ديك البصله والبطاطا، وغنرجع معاك. كنحرك مزيان، من بعد غادي ندير الخضره، الخضره غادي نديرها بعدا ليا تقلى بما غسلت غسلت الروز، خاصني غير نصفيه. بسم الله، هنا عندي الخيز زوج، جبانه، بطاطا، فلافل خضراء صفراء وحمراء، عندي اللوبيا كتجي واعره هاد الروز هذا، كتجي خطيره خطيره، هادشي طلق الماء تبارك الله، الخضره كتطلق ميها. هكا حتى الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكا الخضره واش غيتعجبهم، خصوصا هكا ديروا ديروا مثلا في خيضات ديال الدجاج، ديروا دجاج من غير الخيضات، ديروا دجاج مقطع مقطع ماشي مقطع زعما مربرب بوحدها، ديروا دجاج مقطع بالعظم ديالو كلشي راه كيجي زوين. تعالي الى نوريهم هكا، شو البنات غادي نشحر خضيره، شوف كي كتبان عين مزيانه حتى كتشهي. غادي نشحر مزيان وغادي ندوز هنا نوريهم الهام، هذا ها هو راه مغسول ومازال غادي نعاود نصفيه. هنا عندي تقريبا واحد ثلاثه الكيسان ما عامرينش ديال الروز، ثلاثه الكيسان ديال هذا العنبه، العنبه شوفوا واخا شللناه راه باقي كيطلق في النشا، هو هذا البياض. يلا بقاو معنا نشلو مزيان، نعاود نشلو مره اخرى حيت تطلق ونرجع معاكم. صافي دابا البنات غادي ندير الروز، راه شللته مزيان، عاود شللته مره اخرى شي جوج مرات اخرين حتى حبس داك البياض اللي تيطلق. صافي باشي اختي ما كيتقطعش الروز، خاصه تدار صفايه ها نتوما. وكنشحر مزيان، غادي ندير واحد مطيشه الحك، غادي ندير معاك الى ما ديك البواطه، غادي ندير تقريبا واحد مع طلق ريحه زوينه شميتي. ها نتوما البنات شفتوا، انا ما بغيتش نقوي الروز، الخضره احسن تجي باينه، تجي الخضره باينه وهي كل واحد الخضره بالمعلقه. صافي وغادي ناخذ ها هو مطيشه الحك، ها نتوما شوفوا راني دايراها هنا ودايره عليها الزيت، انا قلت لكم داك النهار قلت لكم غادي ندير راه كندير على الزيت باش ما يوقع ليها والو. شفتوا غنزيد شويه، ها نتوما شفتوا معلقه صغيره هي عمرتها، وغادي نديرها وصافي ونخلط باش زوينه كتسدي سده وحده كتبقايش تمرضي راسك فهمتوني. والصراحه انا كتعجبني اكثر هكا بلا دجاج بلا والو، كتعجبني بوحدها كتحمقني انا، لا داعي ندير بلا دجاج، الخضره ناكلو الخضره لان حنا محتاجين باش نبقاو ناكلو الحاجه الطبيعيه نكثرو من الخضروات. غادي ندير الماء الكافي، صافي صافي حبس، صافي حبس من الماء وغادي باش ما يجيش هكا عاوتاني. صافي ونرجع معاكم ان شاء الله، وبقاو معنا الخضره. ايوا يا
المشاهدين واحد القهيوه، واحد القهيوه تمنيتها لكم تكونوا مجموعين معانا وجالسين معانا واحد القهيوه من شغل يديا، وهي من شغل يديا راه عشرياتي ما كناش وحيات عينيا. الصراحه هذه القهوه هذه اللي كندير انا غادي نوريها لكم هاي. هذه زوينه خطيره، هذه خطيره، هذه جافا تيمور زوينه. ماشي اللي كنتي كتاخدي شحال هذه؟ لا هذه ولكن ماشي هكا السيده صيفطت لي جوج، وحده باقا عندي وهذه عرفتو. وهذا ها هو ولد الشمتو، كانت قالت لي واحد السيده واحد المتتبعه الله يجازيها بخير كانت قالت لي فيضي فيها الحليب ونسيت اختي والله تنسيت غسلتها وهذا ودرت فيها القهوه هي الاولى تفايلت فيها القهوه انا حيت عيني خاجنه على القهوه البنات كتقاد المجاج القهوه كتقاد لي انا المخ وكيفاش تبقيت اليوم النهار كامل بلا قهوه ما عرفت حيت كنت مشغوله ملي فقت وانا من هنا من هنا كتشقاي كتمشي هنا هي راه صعيب تشربيها في الصباح بوحدها هي جايه يعني تعالي تعالي وري هاد جايه ها المنظر اللي تشوفي شتي هاد الفيضه هي اللي كتعجبني ملي كتبغي تفيض هي كتبغي تفيض وانا كنبقى نهز فيها ونتسنى عاوتاني تفيض باش كتعجبني انا دايره هي القهوه كتبغيك انك تخلي هذا كتبغيك تخلي البوطه مهيل على الحال الشميعه هذا المهوليه ديالو هي هادي هكا القهوه كتجي كرتيني دائما البنات كتسولوني على البوطه منين خديتيها وشحال خديتيها واش صدقت لك واش من ماركه المهم هاد البوطه هادي قال الماركه اللي عندها خاصها واحد الحكه بعدا رحالتها ناري عندك 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 انتي ما تحرقت اي على المنظر صافي عمرها لا ينصحو اخيب منظر يا خشي لا ما نخليهاش هكا لا حيت غادي نرجعها وحيت دابا هذيك سخونه وهذيك تطيب غادي شي مشكل حنا راه الناس اللي كيتفرجوا فينا راه خوتنا عارفيني وشارفيني وراه هادشي كلشي راه توقع عندنا ما غيضحكوا علينا اش غيضحكوا علينا يا اختي المهم البنات غادي نرجعها كنت باغا نقول لكم على البوطه عاوتاني راه تبغيت تفيض غنهزها شويه البوطه البنات خديتها ب 1500 درهم من القريعه هذه واحد ثانيا خدامه مزيانه انا الصراحه عاطيه الدق غير لهاد الجويه اللي هنا ملي كتكون عندي شي كوموند كنخدم هاد الوسطانيه بالنسبه لهاد البوطه هادي مزيانه اليامات الاولى اللي خدمت بالفريز ديال البريكا ها هو يسمع فيكم ما بقاش بغا يخدم ماشي انا صراحه ما حليته ما عرفت مالو صافي من تما ما بقيتش وليت كندير على البريكا راه هي انا بقيت خديتها من القريعه ب 1500 درهم مشيت عند واحد السيد هنا حدا مارشي الشريفه نفس هذاك السيد اللي كنت خديت من عنده فين هي هذه طنجره جميله تاع البنات ما بغاش يتصاوب معايا في الثمن وانا نهبط للقريعه مشيت مع واحد الولد عندنا في العائله هو اللي توسط ليا وخديتها ب 1500 درهم هادشي اللي كاين بحال طيحت من 4000 ريال بحال هذا قال لي 1700 درهم وانا خديتها بهذا الثمن والمهم هادشي اللي كاين بلاتي هنا راه موجده هنا عسيله قلت لكم وليت تحلي بالعسل كنحلي بالعسل وصافي وغادي نشرب قهيوه وخلي هذا مي سي با غاف ياك مش خلاو هذاك نو سي غاف غادي ناخذ واحد المعلقه هذا شنو كنشوف واش الماركه حيت عندي تاع بحال ولكن هذا الاعشاب البريه صح اول مره كنجربو ما فاش كن وغادي ندير قهيوتي اختي شكون تشهي هاد القهيوه شويه ريحتها غزاله ولكن شي ريحتها فنه ريحتها واعره ولكن نبقى شويه شوفي ما تصفوي لا ديك عيونها كبار صح والله ما عندي بحال عيونها كبار زعما دوز ما كدوز ماشي مشكل خليها تصفى لتحت ايوا يا البنات يا المشاهدين كما قلت لكم انا كنتصور ملي كتجي الى كنعطي التليفون كنقولها غير تصوري يعني صافي كنولي انا عاكسه بحال شي طوطه بلاتي ندوق بسم الله ماشي تي خصي تدوق انا اللي ندوق ليك انا خاص الملح خاص الجافيل خاص هذا
تبارك 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 صافي بارك، ولكن بنينه ما عندناش ما نتذكروش. يلا البنات نشرب قهيوتي بما طابت هذه شيوتي وانا التقيت. ها انتم البنات نحيد هذا، ها انتم شفتوا كيفاش كيطيب، كيطيب معلك شفتوا. دابا حنا غادي نحطو ان شاء الله، وها انتم معانا شفتوا كيطيب معلك كيجي منين. دابا غادي نحطو ان شاء الله العشاء. يا بسم الله ولكن راه كتجي كتشهي. كيبان لك بحال فيها تعالي وريهم فواكه البحر. ها تعالي وريهم الطبسيل، شوفوا البنات كي تتجي تجي ولا اروع تفور. وما كيجيش الرز معجن شفتوا، كيجي مفروز والله ما تشبعوا منه، وما غاديش تندموا الا درتوه. هذه ساهله وديال الدراوش، وراه بلا للحم للدجاج لا والو. شوفوا نتوما يعني نتوما شنو كتبغيو ديروا. شهيتكم يا البنات، شهيناكم يا المشاهدين. وياه صافي، شوفي اش درت ديما انا مرونه، ديما البنات كيقولوا لي صوري. هانتوما يا اختي، وهانتوما يا اختي يا اختي، كيجي كيشهي قاد الجناب. المهم حنا راه ماشي غراب على بعضياتنا، كيجي فن فن. بغيتي خاصني نذوق، خاصني نذوق ياك ذوق اخس. بسم الله نذوق قدامهم. ما خاصناش، قال لك اسيدي تنفخي، قال لك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النفخ في الطعام لان ما مزيانش للصحه، حيت حنا كنستنشقوا كنستنشقوا كنخرجوا ثاني اكسيد الكربون، ما مزيانش تخرجي وتعاودي ترجعي الماكله. بسم الله بيرفكت واعره بنينه، جات هي جات مسوسه شويه، حيت انا مولفتش مولفتش نكذب على المتتبعين، جات مسوسه شويه حيت الملحه حنا عندنا مسوسه، الملحه خاصه ملحه. يلا اخوتي شكرا على المتابعه ديالكم، وان شاء الله تجربوه، والروز ديال الدراوش وكيجي فن 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 فن، جربوه وردوا عليا، والسلام عليكم.